احنا في شغله مجهزينها لك نبغى نشوفها والساده المشاهدين وبعدين نرجع نعلق عليها. الله يستر. مشاهدينا الكرام خلونا نتابع هذا المقطع. يا امان الخائفين من الفتن اهدنا يا رب للحق اهدنا. يبدو أنه إحنا نتكلم عن الرسالة وأتى هذا الموضوع في وقته. يعني لا لا أعلق يعني على الموقف. الموقف قديم وحصل يعني على أنا يبدو كأنك أنت الآن استذكرت شيء من هذا، شايف أنك متماسك قليلا. والله يا أخي يعني الكلمات كانت حقيقة يعني في العمق، وكان وقتها يعني كان في أحداث في العراق يعني تحديدا وكذا. ف يعني أنا الحمد لله ما أؤدي إلا وأستشعر الكلام. وما أشبه الليلة بالبارحة؟ يعني أنا من الناس اللي إذا لم تفرض الكلمة علي لحنها أدعها جانبا، بدليل زي ما قلت لك أنه يعني في كلمات جلست عندي 8 سنوات وجلست عندي 9 و5 و4 على بال ما تظهر يعني للناس. فتذكرت المواقف يعني وأنا قاعد أقول كلام استشعرت الموقف اللي حاصل وحصل اللي حصل. يعني في النهاية هي مشاعر لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها، لكن أنت الآن في هذا المقطع بكيت وفي مكان آخر أبكيت. المعلومة اللي وصلتني أنه في احتفالية أشجان فيما يبدو وأنت تنشد كان مدير جامعة الملك سعود يبكي بكاء شديد وأنت تنشد. لا هذه ما كانت في أشجان، هذه كانت في الجامعة في نشيد أكتب على صدري الجريح أي. لكل جيل قادمي. كان في عدد من الدكاتر والمسؤولين وكان النشيد يعني كلامه مؤثر حقيقة. وحتى ذيك الليلة لما أديتها أنا والأخ عبد الرحمن الله يمسيه بالخير كنت أقول شوف يا أما ننجح الليلة ونروح بكرة نسجله في الاستديو، يا أما أنه لا يحوز على الإعجاب ونخليه على جنب. فسبحان الله لما أدينا يعني بلا مبالغة أنه بعد ما انتهينا الجميع كان وقف وتصفيق وفترة طويلة أنا ذهلت منها يعني. وكان أثناء الأداء أنا أشاهد اللي أمامي يعني في الصف شغالة المناديل يعني يعني وهذا هذا اللي احنا نبحث عنه يعني التأثر والتأثير.